حلقة اليوم الأربعاء طائرات حربية مجهولة في سماء مدينة سرت وضواحيها واخترق جدار الصوت في المدينة. وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي مع بوابة الوسط أن الطائرات حلقت فوق المدينة لأكثر من ساعتين. من ناحية أخرى قال شاهد عيان في بلدة النفلية اليوم الأربعاء إن مقاتلين توانسة وتشاديين يتبعون تنظيم داعش ألقوا القبض على مواطن من قبيلة زياينة في بوابة النفلية شرق مدينة سرت على خلفية عثورهم على 50 كرتونة من السجائر. المزيد دائما زوروا موقعنا الوسط.ly.